نعيش اطوار محاكاه القمه الرابعه لقد دابنا في وكاله بيت مالق الشريف على دعوه اطفال من جنسيات مختلفه من العالم للمشاركه مع اطفال مغاربه وفلسطينيين في محاكاه القمه الدوليه للطفوله من اجل القدس لنستمع اليهم ونستجمع رؤاهم وافكارهم حتى ندونها في مخططات عمل الوكاله ليكون المشروع الموجه للطفوله نابع من افكار الاطفال واقتراحاتهم حضرات سيدات والساده لا احد يتحمل ان يرى دموع الاطفال وهم يواسون بعضهم البعض في بيوت العزاء والسرادق فقد سمعت شهاده في مره سابقه للطفل رغد تردد معاناة الأطفال الفلسطينيين مع عائلاتهم من إذارات الإخطار بالهدم هدم البيوت على رؤوس أصحابها إذا رفضوا هدمها بأيديهم وما يزال يتردد في أذني كلام الطفل هديل وهي تحكي قصص عائلات أصيب أفرادها بضيق التنفس جراء تعرضها يومياً للغازات المسيلة للدموع التي تنبعث من فوهات مدافع الجيش الاسرائيلي المرابط على الحواجز التي اقيمت فجأة على مقربة من بيوت السكان. ثم اسمع في كل مرة حكايات الاطفال الذين يركبون مخاطر الوصول الى المدارس كل يوم ونتصور القلق الذي يستشري في قلوب العائلات على فلذات اكبادهم في طريق الذهاب والعودة. ثم قصة الطفلة تالا عن حكايات عائلات يحرم أفرادها من صلة الأرحام بأقاربهم الذين يسكنون على بعد أقل من عشر دقائق في الضفة الأخرى من الجدار ثم قصص روتها الطفلة بلوندين عن معاناة الفلسطينيين مع المحاسيم اللي هي الحواجز باللغة الفلسطيني، باللهجة الفلسطينية في تنقلاتهم والطفل ضياء عما يتجسمه والده من مشاكل مع إدارة الضرائب التي تفرض عليه اداء الارنونه. هذه صنوف من معاناه الفلسطينيين اليوميه التي تتجمع لدى الوكاله في تقارير مرصد الرباط للملاحظه والتتبع والتقويم في القدس وهو اليه تابعه للوكاله تزودها بالمؤشرات التي نعتمدها في تحديد اولويات عملنا نظرا لمحدوديه امكانياتنا. اليوم ليس المجال للحديث والاستطراد ولكن المجال للانصات. فنحن نستمع للأطفال المشاركين في هذا التمرين التربوي المتميز الذي نعقده سنويا لمطارحة الأفكار والرؤى التي تساعدنا على تجويد أعمالنا وبرامجنا إننا في الوكالة نقر أننا معنيون بالمساهمة في حل بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تطرحها المؤسسات الفلسطينية في القدس رغم قلة التمويل ونحن مصممون على الاستمرار في اداء واجبنا تحت الاشراف المباشر لجلاله الملك محمد السادس الذي يشرفنا حفظه الله بمتابعه اعمالنا يوميا. ومن هنا اسمحوا لي ان اوجه تحيه صادقه لفريق الوكاله في القدس الذي يتشكل من افراد مغاربه وفلسطينيين على ما يدلونه من جهود مقدره وهم يتقاسمون مع اهل المدينه يوميات معيشهم